مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة على صور أو خرائط درجات الحرارة. بنلاحظ اندفاع كتلة هوائية دافئة إلى حارة نسبيا لتغطي معظم أجزاء المملكة تدريجيا يومي الأربعاء والخميس بإذن الله. بيكون تأثيرها يوم الأربعاء واضح، أكثر تأثيرا بتكون في المناطق الغربية من المملكة ثم المناطق الوسطى. إذن هناك ارتفاع خلال اليومين القادمين، ارتفاع تدريجي وواضح على درجات الحرارة. لكن يوم الخميس يقترب من شمال المملكة كتلة هوائية باردة نسبيا وتؤدي إلى أيضا انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح وإثارة الغبار والأتربة في المناطق الشمالية من المملكة، قد تصل إلى بعض المناطق الوسطى وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض أجواء لطيفة صافية، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 17 درجة مئوي. الأحوال الجوية المتوقعة في الرياض خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأربعاء أجواء مشمسة معتدلة في النهار، درجة الحرارة العظمى المتوقعة 31، لكن في الليل أجواء صافية لطيفة، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 21. يوم الخميس أجواء حارة نسبيا ومغبرة أيضا، درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 33. الأجواء أيضا في الليل بتكون ما بين لطيفة إلى مغبرة ودرجة الحرارة الصغرى 23 درجة مئوي. يوم الجمعة بداية الانخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن الأجواء بتكون تقريبا معتدلة بالنهار، يتخللها ظهور بعض السحب. العظمى المتوقعة 32. الأجواء لطيفة بالليل والصغرى المتوقعة 16 درجة مئوي. الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة. إسكاكا يوم غد العظمى 29 والصغرى 16، عرعر 26 16، تبوك 30 إلى 17. أجواء معتدلة بالنهار لكنها لطيفة في الليل. الأجواء المتوقعة في المناطق الغربية أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في المدينة المنورة، حارة نسبيا مشمسة بالنهار، العظمى 35 والصغرى 21. مكة المكرمة أجواء حارة نسبيا نهارا لكنها معتدلة ليلا 36 إلى 23. جدة معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29 إلى 22. الطائف أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، العظمى المتوقعة 27 والصغرى 16 درجة مئوي. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا، أيضا تسقط زخات رعدية من المطر أحيانا. الباحة العظمى 21 والصغرى 16، أبها العظمى 24 والصغرى 13، جازان العظمى 30 والصغرى 26 درجة مئوي. المنطقة الشرقية من المملكة أجواء تقريبا معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، بالنهار أيضا أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب. حفر الباطن 31 إلى 21، الدمام العظمى 28 والصغرى 18، الإحساء العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوي. المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أيضا غدا أجواء معتدلة مشمسة نهارا يتخللها ظهور بعض السحب العالية، العظمى في حائل 30 والصغرى 19، بريدة 33 إلى 22، أجواء حارة نسبيا في النهار معتدلة بالليل. أيضا الرياض أجواء ما بين دافئة إلى حارة نسبيا نهارا، العظمى المتوقعة 31 في الرياض. أثناء الليل أجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة، الصغرى 31 درجة مئوي. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع أوقاتا سعيدة وطيبة، ولكم أجمل تحية من طقس العرب.